بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، كل عام وأنتم بخير. اليوم إن شاء الله تعالى بنعمل حصة الأولى في الفصل 11 الأشكال الهندسية. الفصل 11 يا أبنائي بيتكلم عن ما هي الهندسة. ما هي الهندسة يا شباب؟ لو سألت واحد يقول لي ما هي الهندسة؟ ما الهندسة؟ نجاوب. سمعيني الصوت يا شباب؟ الهندسة. نعم. ما هي الهندسة؟ دراسة المستقيمات والأشكال. الله، يبقى إذن الهندسة هي دراسة المستقيمات والأشكال. دراسة المستقيمات والأشكال. طيب مثلا يحب كثير من الأطفال والكبار بناء القلاع فوق رمال الشاطئ، حتى أن البعض ينظمون مسابقات في بنائها. وتتكون قلاع الرمال من أشكال هندسية مختلفة كالمثلثات والمربعات والمستطيلات. من طلع منكم على الشاطئ يا أبنائي؟ حد طلع منكم على الشاطئ؟ أنا هسه. تمام، كنت بتعمل إيه بقى على الشاطئ بقى وليد؟ ألعب بالترابيزة. طيب يلا نعرف إحنا هنتعلم إيه في الفصل هذا. ماذا أتعلم في هذا الفصل؟ أتعرف على مفردات أساسية في الهندسة وتسميتها، هذا هو عنوان درس اليوم إن شاء الله، هذا هو. أتعرف على الصفات المميزة للأشكال الرباعية، أسمي نقاط في المستوى الإحداثي وأعينها، أرسم الأشكال الهندسية الناتجة عن تحويلات الانسحاب والدوران والانعكاس في المستوى الإحداثي، ثم أحل مسائل باستعمال خطة الاستدلال المنطقي. هذه تعتبر خطة جديدة من ضمن الخطط، وانتم ايضا تعرفتوا عليها سابقا في موضوعات سابقة. طيب يلا نشوف بقى ايه هي المفردات اللي هنتعلمها في هذا الفصل. النقطة، المستقيم، نصف المستقيم، القطعة المستقيمة، المستوى، المستقيمات المتقاطعة، الانسحاب، الانعكاس، الدوران. اليوم ان شاء الله تعالى هنتناول هذه المفردات بإذن الله تعالى من خلال درس اليوم إن شاء الله. هيا بنا نبدأ في تهيئة الفصل. افتح الكتاب معي صفحة 150. تمام، يلا السؤال الأول يا وليد. اكتب عدد الأضلاع وعدد الزوايا في كل شكل مما يأتي. يلا أول شكل. أربع زوايا صح؟ تمام، لو أربعة زوايا يبقى نكتب نقول إيه؟ أربعة كده هنكتب عدد الأضلاع ونكتب هنا إيش؟ عدد الزوايا. كم عدد الأضلاع؟ الأضلاع اثنين. لا، أربعة. أربعة. وكم عدد الزوايا؟ أربعة. أربعة، أحسنت. طيب سؤال كمان بقى من عندي، كم عدد الرؤوس؟ الرؤوس؟ نعم. اثنين. يا رجل. لا رؤوس؟ إيه هي الرؤوس؟ ناسي. اللي هي الزوايا أيضاً. الرؤوس هي نفسها نقط التقاء اللي الأضلاع اللي بنقول عليها مين؟ الرؤوس هي الزوايا. خلاص؟ يبقى عندي كم رأس؟ أربعة. تمام، يبقى يوجد أيضا أربع رؤوس. أحسنت يا وليد. مين معانا أيضا؟ وليد القحطاني. أنا عايز تبعتوا لي على الواتس يا شباب أسماءكم، علشان أنا دلوقتي فتحت صفحة الشير فما أنا شايف الصفحة اللي عندي اللي عليها الأسماء. أستاذ اسمي واضح؟ ما هو أنا دلوقتي مشير الصفحة فمش بتظهر عندي. فأنتوا اكتبوا لي أسماءكم معايا علشان أسأل كل واحد حسب اسمه اللي معايا. عبد الله الشيخ معانا، اتفضل. سؤال اثنين. ايوه. السؤال الثاني بيقول هنا كم عدد الرؤوس وكم عدد كم عدد الاضلاع وكم عدد الزوايا؟ بسرعه يلا يا عبد الله، معانا ساعه واحده. هو ثلاث زوايا صح؟ يبقى انا عندي ثلاثه اضلاع، هذا ضلع. اثنين، ثلاث. يبقى نقول ثلاثه اضلاع. طيب وكم عدد الرؤوس او الزوايا؟ هو
قوس واحد اثنين ثلاثة. تمام، يبقى يوجد ثلاث زوايا. من كمان معنا يا شباب؟ يلا وليد، كم عدد الأضلاع؟ واحد اثنين أربعة أضلاع. أربعة أضلاع. تمام. طيب كم عدد الرؤوس أو الزوايا؟ أربعة بعد. أربعة زوايا. لما أقول لك كم عدد الرؤوس يبقوا كم؟ أربعة. هي أيضا أربع رؤوس. تمام، ننتقل إلى السؤال التالي. أصبر استاذ، الشكل أدناه لحل المسألتين أربعة وخمسة. ما الضلع الذي طوله يساوي طول الضلع ألف باء؟ ما الضلع الذي طوله يساوي طول السلام عليكم. أربعة. أربعة. يلا نشوف كده بالمسطرة ممكن. ممكن أربعة. بالمسطرة. نعم. أربعة. أستاذ تسمعني؟ أيوة سمعك. يعني لو هو بيقول الألف باء بيساوي مين؟ فلو قلت كده شوف، بنحط الصفر عندي بدل القياس، ونلاقي هو ده القياس كم تقريبا؟ أربعة. أربعة. أربعة وكام؟ ونص. تقريبا أربعة ونص. طيب مين اللي هيساويه؟ مين يساوي هذا الضلع؟ مين؟ اسمه الضلع هذا؟ ها؟ هذا كم؟ أربعة ونص. ديم دال أيضا تقريبا أربعة ونص. تمام؟ يبقى إذا لما نيجي نكتب بقى يا أستاذ ونقول يلا نكتب، ما الضلع الذي طوله يساوي ألف باء؟ أكتب مين بقى؟ قول يا وليد. أربعة ونص. لا، هو ما يبغى القياس، هو يبغى اسم الضلع. ألف باء. يبقى أقول طول الضلع اسمه إيه؟ يساوي طول الضلع اللي اسمه بقى هو أربعة ونص. لا، اسم الضلع اسمه إيه؟ هذا كيف اسم الضلع؟ جيم دال. أيوه كده، أقول له جيم دال. جيم دال، خلاص هذا هو الإجابة. فهمنا؟ طيب سؤال آخر، ما النقطة التي يلتقي عندها الضلعان باء جيم ودال جيم؟ قول يلا يا ترى القحطاني. ترى القحطاني. النقطة اللي نلتقي فيها باء جيم ودال جيم، ما هي النقطة هذه؟ اسمها ايه؟ هذه نصف نصف اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ من على الرسم. اسمها النقطة ألف. اصبر يا وليد، قول يا طلال اسمها ايه النقطة؟ نقطة جيم. احسنت، بارك الله فيك. الان السؤال رقم 6، يريد يوسف ان يرسم مثلثا له ضلعان متطابقان. ارسم لهذا المثلث. كيف نرسم المثلث اللي فيه ضلعين بيساوي بعض يا شباب؟ مثلث. نعم. كيف سلام؟ يلا نستعمل المسطرة. خلاص، اول شيء بنرسم ايه؟ بناخد كده من هذه النقطة. ايه، نرجع مرة ثانية. نبغى الحين نرسم خط طوله كام مثلا؟ اهوت، وليكن مثلا طوله كام؟ 8 سم. تمام؟ طيب كيف ارسم بقى الضلعين الاخرين بحيث انهم يكونوا بقى متساويين؟ كيف؟ قال ممكن نستعمل الفرجار. ممكن نستعمل الفرجار هكذا، هذا هو الفرجار. تمام؟ لو انا كتبت القطعة هذه، نحرك دي كده الأول. ماشي؟ أيوه. نستخدم هنا الفرجار ونثبت هنا كده. تمام؟ ونفتح الفرجار أي فتحة. تمام؟ وبعدين نحرك عشان نرسم ايه؟ قوسا من هنا اهو. تمام؟ اهو خلاص؟ وايضا بنحرك ايضا الفرجار بنفس الطريقه ونجيبه هنا برضه يا استاذ. اهو تمام؟ وبعدين نحرك الجهه الايه؟ الثانيه ونرسم قوسا هكذا. تمام؟ أقاطع الايه؟ استاذ انا ما عندي نفس تسويه، شو اسوي؟
ما عندك فرجار؟ ما عندك أدوات هندسية؟ لا. كيف بقى يا بطل؟ المفروض يكون معانا. معي. تمام. كذاب. المفروض نستخدم المسطرة. يلا نستخدم بقى المسطرة اهوت ونعمل ايه؟ نرسم، نوصل النقطة هذه نقطة التقاطع بالنقطة اللي هي البدء اللي كانت هنا. تمام؟ ثم ناخد القطعة المستقيمة هذه نوصلها بالقلم الرصاص كده، تمام؟ وبنفس الفكرة أيضا الجهة الثانية يا شباب، شايفين؟ وبعد كده أنا رسمت إيه؟ رسمت مثلث فعلا ماله متطابق الضلعين. لو جينا نقيس هذا كده بالايه بالمسطره اهو، هذا طوله كم؟ هذا سبعة. سبعة تمام. يلا نقيس الجهة الثانية. الجهة الثانية اللي تحت ولا اللي فوق؟ لا اللي قبلها عشان يبقى اسمه مضال ايه متطابق الضلعين. هنا يمكن اهو. يلا نقيس كم؟ سبعة. سبعة. الله، يبقى فعلا ده مثلث ايش؟ متطابق الضلعين. يا سلام، شيء جميل. يبقى اروح حاطط هنا كده ايه علامات شبه بعض اهوت، اقول ان الضلع هذا يساوي 7 سم وهذا الضلع ايضا يساويه 7 سم. فهمنا الطريقه كيف؟ فهمنا. تمام، هيا بنا ننتقل. يبقى كده احنا حلينا السؤال رقم 4 والسؤال رقم 5 والسؤال رقم 6 وشفنا الطريقه كيف. يلا ننتقل الى الجزء اللي بعده. يلا نرجع مرة ثانية لتسمية الايه؟ الزوج المرتب. رقم 7. قول يا عبد الله، النقطة عين، ما هو الزوج المرتب للنقطة عين هذه؟ أنا يا أستاذ. ايه؟ أستاذ شلون ما أعرف الدرس؟ لا هذا احنا أخذناه العام الماضي بالتهيئة. التهيئة. 150. الزوج المرتب الذي يمثل كل نقطة من النقاط. نعم. عين. صح؟ النقطة عين تبقى كم وكم؟ واحد وثلاثة. أحسنت، بارك الله فيك، واحد وثلاثة. طيب أستاذ عزيز عيد. يلا يا طلال. طيب أستاذ عزيز عيد. قول يا طلال النقطة ميم. أيوه. ما هي النقطة ميم؟ خمسة. يا رجل نقطة ميم، لازم نقول السين الأول. ميم. إيه؟ ثلاثة خمسة. ثلاثة وخمسة، أحسنت. قول يا حاجة. عاد تريد إني ما كنت ما أسمعك. ماشي أنا كده أسمعك كنت أسمعك. وليد المطيري. وليد المطيري. طيب، عبد الله الشيخ. ألو هلا أستاذ. أستاذ. يلا، النقطة هاء، كم وكم؟ اصبر استاذ. ها ايوه كيف استاذ بينا عد لما ها. اربعه. نشوف القراءه على المحور سين كام الاول وبعدين القراءه على المحور صاد كام. يلا طلعت كام وكم؟ اربعه واربعه صح؟ الله، اربعه وكم؟ واربعه هنا مكتوب. الله عليك، اجابه صحيحه، اربعه واربعه. يلا يا عبد الله. أنا؟ إيه؟ اللام كم وكم؟ اللام خمسة واثنين. الله عليك يا بطل، خمسة واثنين. فعلا احنا عرفنا إن في تسمية الأزواج المرتبة لابد أن نقرأ أولا الإحداثي على المحور سين ثم نقرأ الإحداثي على المحور إيه؟ صاد. هيا بنا ننتقل إلى موضوع درس النهاردة يا أبنائي وهو المفردات الهندسية. طيب نقدر نقول ايضا النقطه يا ابنائي هي نقطه تقاطع خطين، اذا تقاطع خطان فانهما يتقاطعان في ايه؟ في نقطه واحده. هكذا شوف، لو انا اخذت كده خط وخط اخر يبقى هذه هي النقطه، هذا هي النقطه، هذا هي النقطه. اه يا بالاحمر هذا، فهمنا؟ في واحد سابع مين دخل؟ واحد مكتوب مترف تعليمي. يبقى أيوة. المشرف التعليمي بيشرفنا، يا مرحب بيه. يبقى اذا النقطه يا ابنائي، النقطه عرفناها هي ايه؟
هي ها موقع محدد في الفضاء وتمثل نقطة القلم، إن القلم أو نقطة القلم. تمام. طيب وش هو المستقيم؟ المستقيم مجموعة نقط تشكل مسار مستقيم يمد في اتجاهين دون نهاية. الله عليك يا وطن. تمام. المستقيم هو مجموعة من المسار ممتد من جهتيه إلى ما لا حدود، هكذا يا أبنائي شايفين؟ يعني دلوقتي أنا علشان أعمل مستقيم يبقى باخد كده بالطريقة دي أهو. لا نهاية، ممتد من جهتيه إلى ما لا حدود، خلاص؟ إلى ما لا نهاية، هذا اسمه إيش؟ المستقيم. المستقيم؟ نعم. مجموعة النقاط تشكل مسار مستقيم يمتد في اتجاهين دون نهاية. أيوة زي ما احنا رسمين كده. وبعدين وش له رمز يا ابني؟ وش هو رمز المستقيم؟ قال لك انت تاخد اي نقطتين عليه وليكن نقطة هذه اسمها ألف مثلا وهذه اسمها باء، فنقدر اسميه المستقيم ألف باء واكتبه بهذا الرمز. شايفين الرمز كيف؟ لازم احط العلامه هذه ولها سهمين من جهتين، يبقى هذا اسمه ايه؟ المستقيم الف باء. اما هذه مثلا اسمها ميم، يبقى اقول النقطه ميم، النقطه ميم ما يبقى النقطه تكتب حرف واحد فقط. اما المستقيم فلا بد ان يكتب بحرفين عليه وبعدين فوق منه كده قطعه لها سهمين من جهتين. تفضل يا عبد الله بتقول ايه؟ ما فهمت. ثاني بنقول الخط المستقيم هو خط ممتد من جهتيه هكذا، يعني لو احنا اتفقنا كده مع بعض هذا مثلا خط هو يا استاذ، تمام؟ هذا كده حلو كده خط مستقيم. تمام. لو انا جيت انا في النهايه ورحت انا راسم سهم من هنا كده ايه وايضا سهم اخر ايضا من هنا، يبقى هذا اسمه ايه؟ مجموعه من النقاط على مسار واحد مستقيم ممتد من جهتيه الى ما لا نهايه، يبقى ده خط مستقيم. لو انا اخذت نقطه هنا ترجع دي. طيب وش هي الرموز؟ ما هو الرمز حقه اهو، واحنا خدنا الرمز هذا، شوف مروه كاتب كده هنا خدت نقطه ونقطه، سميت دي سين وده صاد، اقوم اقول ايه؟ المستقيم سين صاد هكذا. لازم اكتبها كده يا استاذ. نص المستقيم هو اللي سين صاد، سين هو يعني كان اللي هذه نقطه يا طلال، هذه نقطه وهذه نقطه على المستقيم. المستقيم هذا عليه عدد لا نهائي من النقاط غير محدود ما لا نهاية، خلاص؟ نختار من نقطتين نقول عليهم هذا ايه؟ المستقيم السين هو المفتوحة اللي ما لا نهاية والصاد هي المسكرة. طيب يلا نشوف اللي بعدها. وش هي القطعة ما هو نصف المستقيم؟ هذا هو نصف المستقيم، ها هذا هو نصف المستقيم. أيضا مجموعة غير منتهية من النقاط لها نقطة بداية، لها نقطة بداية وليس لها نهاية. تمام. طيب جميل، نكتبها نقطة هنا مثلا سين، هنا مثلا صاد، أقول النصف المستقيم سين صاد ويرمز له بهذا الرمز، خلاص؟ طيب لو أنا كتبت هذا ألف باء مين يقرأها؟ أنا. اقرأ. أصبر أستاذ، بس أنا ألف ايش ايش؟ انا عايزك تقرا هذا الرمز. بقول ايه؟ نصف المستقيم الف باء، نصف المستقيم الف باء. انا ما شفت خلاص؟ طيب لو انا كتبت لك دي دال ها دال ها يبقى تقول عليها ايش؟ هذا نصف المستقيم صح؟ احسنت، نصف المستقيم دال ها. ايه استاذ طيب لو انا يا عبد الله بس عبد الله يا عويضه ايوه لو انا كتبت لك هذه اسمها ايه الرمز هذا؟ سين عين. لا، نصف المستقيم سين عين.
خلاص نصف المستقيم س ع. ايوه قول يا طلال لو انا كتبت لك هذه هتقول يا مستقيم س ق. الله عليك المستقيم س ق ممتاز احسنت. نعم طيب القطعة المستقيمة القطعة المستقيمة خلاص وش هي القطعة المستقيمة؟ لا سهلة يا أستاذ القطعة المستقيمة القطعة المستقيمة جزء مستقيم له نقطة بداية وله نقطة نهاية. الله عليك حلو الله لو أنا أخذت الجزء هذا لو أنا أخذت النقطة هذه أهو ورسمت كده يبقى ده اسمه نصف مستقيم دي اسمها قطعة مستقيمة أهو دي كده اسمها إيه؟ قطعة مستقيمة هذه كده اسمها إيه؟ قطعة مستقيمة هذه كده اسمها إيه؟ قطعة مستقيمة فهمنا الطريقة فيف؟ خلاص؟ أيوه تمام يبقى إحنا تعلمنا النقطة هي المحل الهندسي لسن القلم أو ناتجة من تقاطع خطين. عرفنا أن المستقيم مجموعة غير منتهية من النقط يمتد من جهتيه إلى ما لا نهاية. أخذنا نصف المستقيم هو جزء من المستقيم ممتد من جهتيه إلى ما لا نهاية. أستاذ محدد في الفضاء وتمثيله نقطة بالقلب. تمام. أخذنا أيضا القطعة المستقيمة هي جزء من المستقيم ولكن لها نقطة بداية ولها نقطة إيش؟ نهاية. طيب كيف أرمز للقطعة المستقيمة؟ كيف أرمز؟ يلا نشوف كده الرمز حاجها. لو أنا كتبت كده ألف باء ورحت حاطط عليها العلامة دي يبقى دي اسمها إيه؟ القطعة المستقيمة ألف باء. فهمت؟ أستاذ يعني أستاذ لازم يعني إذا جاني سهمين يمين يسار قطعة مستقيمة؟ لا لو حط عليها سهمين يبقى مستقيم. طيب لو حط عليها سهم واحد يبقى نصف مستقيم. لو ما حط عليها اسهم يبقى نقول عليها قطعه مستقيمه. الدرس يبحث المخ يا استاذ. لا طيب سين سين صاد هذه تبقى اسمها ايش؟ سين صاد. ايوه سين صاد. سين صاد قطعه مستقيم. لا القطعه المستقيمه نصف مستقيم يا ابني يا وليد نصف مستقيم هو عليها سهم. هل عليها سهم من جهه؟ قطعة مستقيمة صح ولا لا؟ طيب القطعة المستقيمة القطعة المستقيمة خلاص؟ الأستاذ أنا ما لها نهاية يقول نقطة مستقيمة لها بداية ولها نهاية وين النقطة؟ طيب يلا يلا نتعلم كيف نطبق الكلام افتح الكتاب عندك بيقول سمي الشكل المجاور ثم عبر عنه بالرموز هذا الشكل اسمه ايه؟ هذا لا القطعة المستقيمة. هل إجابته صحيحة يا عبد الله؟ لا ايوه مين صح ايه؟ وين؟ اي واحد استاذ؟ الشكل هذا اسمه ايه؟ لا مو قطعة مستقيمة استاذ. امال اسمه ايه يا عبد الله؟ هذا النص غلط استاذ مايل نص نص هذا مايل شوية استاذ مش لازم مش لازم مايل ولا اي شكل يا عبد الله اسمع معي بناخد نقطة في البدء واي نقطة على اليمين نون واروح كاتب نصف مستقيم هكذا هذا هو الجواب نص نص هذا هو الإجابة ايوه استاذ هذا نصف مستقيم استاذ انا احسب اللي تحت سؤال واحد اللي تحت والرمز هو ده سؤال واحد مستقيم اللي تحت اللي تحت اللي عليه الف باء ما تقولونيش اكتب عليكم عشان تتكلموا دول السيدان يا وليد هطلعك من الحصه صح عبد الله العويضه السؤال رقم واحد في شاكك سمي كل شكل الشكل هذا اسمه ثم عبر عنه نعم الشكل ده اسمه ايه؟ هذا مستقيم ما تتكلمش يا فاضل السيدان ولا هطلعك مستقيم يا استاذ تمام اروح كاتب مستقيم عبر عنه بقى بالرمز بالرمز الف وباء وحط فوق منها ايه؟ الله عليك علامه لها سهمين من جهتين خلاص هذا هو الجواب هذا مستقيم قول يا عبد الله الشيخ عبد الله الشيخ رقم 2 نصف مستقيم نصف مستقيم نصف مستقيم يبقى اكتب كده نصف مستقيم نصف مستقيم تمام طيب يلا نعبر عنها 153 صح؟ تمام يلا نعبر عنها بقى بالرموز اكتب ايه؟ لازم اكتب صاد الاول ثم سين
يبقى صح. استاذ والله اني ما فهمت ولا شيء. والله صحيح. يا عبد الله اصبر بس يا عبد الله، واحده واحده، بالتدريبات كل شيء بتفهم. السؤال رقم 3، هذا اسمها ايش؟ قول يا سلطان. سلطان معنا؟ ايوه استاذ انا. ايوه هذا ايش؟ السؤال رقم 3. ايه؟ نقطة. النقطة جيم، احسنت. اهو اكتب النقطة جيم. طيب الرموز بركة الجيم. خلصت كده. هذا هو الحل. شوف يا عبد الله، عبد الله، عبد الله العويضة. لو انا رسمت يا عبد الله الشكل ده كده، بقول عليه نصف مستقيم. عشان اسميه لازم اخذ نقطة البدء الاول ثم اي نقطة اخرى عليه. يعني الاول سميت ده لام وهنا نون. اقول نصف مستقيم لام نون وارمز برمز. نعم. لو انا رسمت هذا كده يبقى دي اسمها قطعه مستقيمه. قطعه مستقيمه ليه؟ فيها نقطه بدء ونقطه نهايه. لو خدت هنا جيم وهنا لام، فبقول النقطه القطعه المستقيمه جيم لام، واحط عليها الرمز كده. طيب لو انا رحت راسم هذا كده ممتد من جهتين الى ما لا حدود او ما لا نهايه، بقول عليه ايه؟ مستقيم. المستقيم لما اسميه اسميه باي نقطتين عليه، يعني مثلا هذا الف وهذا باء، ثم اقول مستقيم الف باء واحط الرمز هكذا. وضحت يا عبد الله؟ ليه ما احط باء الف؟ صح، المستقيم تنفع، المستقيم تنفع اي نقطتين عليه، صح، باء الف او الف باء. انما في الترتيب مهم جدا في نصف المستقيم، لازم نقطه البدء الاول. طيب القطعة المستقيمة والمستقيم إذا قلت جيم لام أو لام جيم ما تفرق. طيب هيا ننتقل إلى الصفحة اللي بعدها. سمي كل شكل مما يأتي. يلا يا عبد الله أول واحدة. أنا. بين ما إذا كان المستقيم. سؤال رقم 10. سؤال رقم 10. على نفس المرة اللي نتكلم عليها. سمي كل شكل فيما يأتي ثم عبر عنه بالرموز. يلا يا بطل. هذه زي اللي قلنا عنها تقريبا ورا. اسمها ايه؟ أول واحدة. ايش؟ دي ايش هذه؟ ألف باء هنا. أول واحدة القطعة المستقيمة. أروح أكتب له كذا قطعة مستقيمة. باء ألف أو ألف باء. عبر عنها باب الرمز. ألف باء أو باء ألف. ألف باء جنب بعضها كده وحط فوق منها شرطة. ما عليها أي اسم. خلاص؟ عبد الله الشيخ السؤال رقم 11. انا سب جاوب نص. حاضر يا وليد بعدين. هذا نص مستقيم استاذ. اروح كاتب نص مستقيم وسين وسين وصاد. احسنت، لازم ابدا بنقطه البدء، اقول سين وجنبها على طول صاد واكتب فوق منهم الرمز نصف مستقيم. يلا يا الوليد المطيري استاذ. ما فهمت. لام هذا اسمه ايه؟ ايوه رقم 12. المستقيم. المستقيم هذا اسمه ايه؟ مستقيم. مستقيم. طيب عبر عنه لام ميم. لام ميم واروح حاطط فوق منها كده قطعه واعمل لها سهمين. ايه؟ مثلا وضحت كده سلطان تركي. سلطان تركي. استاذ ما فهمت الدرس. الو استاذ. ما فهمت الدرس، مين اللي بيقول؟ أنا سلطان تركي. قول لي يا سلطان الشكل اللي أنت شايفه ده اسمه إيه؟ أنت حضرت معانا من الأول يا سلطان؟ لا من الأول لا. طيب ما هو دي بقى المشكلة، تأخرك هو السبب، بس يلا هتفهم دلوقتي. هذا اسمه إيش؟ نصف مستقيم. الله عليك، أنت عارف أهو، نصف مستقيم. نصف مستقيم. طيب عبر عنه باب الرمز. هلا؟ إيه؟ عبر عنه باب الرمز، أقول إيه؟ عوجين. الله عليك، لازم ابدا بالعين الاول، لازم ابدا بنقطه البدء في نصف المستقيم، اقول له ع جيم واروح حاطط فوق منها الرمز هكذا. فهمنا؟ يبقى اول واحده رقم 10 هذه اسمها قطعه مستقيمه. رقم 11 هذا اسمه نصف مستقيم. رقم 15 اسمه نصف مستقيم.
رقم 12 اسمها مستقيم. رقم 14 بنتعرف على الحين. هذا يا أبنائي لو رجعنا في صفحة 151، انظر الكتاب صفحة 151. أبي أستاذ رقم 13 إيش؟ نعم. نسينا رقم 13. قول أنت عبد الله، أنت عارف إيش هي؟ هذه مستوى في المستوى. المستوى هذا اسمها إيه؟ في المستوى. يبقى أقول نقطة وأسميها نون. خلاص كده نقطة ونون، نقطة ونون. خلاص؟ طيب يا سلطان دلوقتي بصفحة 151 آخر الصفحة من تحت تعريف المستوى. وش هو المستوى؟ المستوى هو منبسط. أيوه هو سطح منبسط يمتد في جميع الاتجاهات دون نهاية. الله عليك، سطح منبسط ممتد في جميع الاتجاهات إلى ما لا نهاية. الله عليك، كلام صح. هذا كله طيب استاذ نكتب هذا كله اللي احنا شايفينه ده اقول عليه ايه؟ مستوى. ايوه المستوى. طيب المستوى اسميه كيف؟ كيف ارمز له؟ مين المستوى؟ اي ثلاث نقاط عليه؟ الحد دال هاء واو صح؟ ايوه اقول المستوى دال هاء واو. هذا هو الرمز يا شباب، فهمنا؟ هيا ننتقل إلى الصفحة التالية. ألو. نعم. تفضل. ألو هلا هلا. ألو أستاذ. أيوة معاك، مين معانا؟ فيصل مهاجم. يا أهلا يا فيصل، جيت متأخر قوي يا فيصل. لأنك تحس ببرنامج على اللابتوب أو على الكمبيوتر لكنه طلع على الجوال. ما موجود على كل شيء، موجود على كل شيء. البرنامج. أنا مشغل على الكمبيوتر أصلاً. يلا شباب بس ركزوا معايا عشان بس وقت الحصة. باقي معانا كم في وقت الحصة؟ ربع ساعة. باقي معانا ايه؟ باقي معانا ربع ساعة فقط. طيب إيه؟ عرفنا الحلول كيف؟ طيب تفضل معانا براجع معاها المفاهيم هذه سريعا كده يا فيصل. ركز معايا كده. معايا فيصل؟ اهلا سامع. إيه؟ وعليكم السلام. احنا اليوم اتكلمنا على بعض المفردات في صفحة 151. أول شيء اتكلمنا عليه النقطة، قلنا النقطة هي موقع محدد في الفضاء وهي ناتجة من تقاطع خطين. الرمز حاجها بكتب كده ميم نون لام، أي حرف هجاء هو يرمز لنقطة. خلاص؟ ثم بعد ذلك تعرفنا على حاجة اسمها المستقيم. مين هو المستقيم؟ قال هو عبارة عن مجموعة ممتدة إلى ما لا حدود من جهتيه على استقامة واحدة. شايف هذا؟ اسمه المستقيم ألف باء. الرمز ألف باء وخط فوقنا العلامة المستقيمة هذا. تمام؟ عرفنا أيضاً على حاجة اسمها نصف المستقيم. مين هو نصف المستقيم؟ هو جزء من المستقيم. يعني إحنا لو خدنا المستقيم هذا خدنا نصه هكذا. شوف لو إحنا خدنا نصف المستقيم هذا، لو إحنا خدنا الجزء هذا فقط، شايف؟ هذا فقط اهو. تمام؟ لو اخذنا الجزء هذا فده بنعتبره ايش؟ هذا بنعتبره نصف مستقيم اهو. س ص ده يعتبر نصف مستقيم. نصف ايه؟ مستقيم. ماشي؟ بيرمز له بالرمز. باخد لازم اكتب نقطه البدء الاول يا لازم اخذ نقطه البدء الاول اللي هي مين يا فيصل؟ اخذ نقطه البدء اسمها س وبعدين اي نقطه اخرى عليه ص، يبقى س ص هذا اسمه نصف مستقيم. تمام؟ أوكي. ثم أخذنا بعد كده القطعة المستقيمة. مين هي القطعة المستقيمة؟ القطعة المستقيمة هي جزء من المستقيم. هذا هو المستقيم، هاخد منه جزء هذا فقط اهو. شايف؟ تمام؟ س ص هذا فقط أخذها، يقوم يروح مديني القطعة المستقيمة بالشكل ده. أوكي. تمام؟ هذه القطعة لما أجي أعبر عنها رياضياً فإحنا بنكتبها هكذا. بناخذ لو أنا سميتها مثلاً أهو، أنا ممكن أسميها مثلاً ده س وهنا ص، انا بقول عليها القطعه المستقيمه س ص هكذا. اوكي تمام. اخر شيء اتكلمنا عليه المستوى. مين هو بقى المستوى بقى يا فيصل؟ قال المستوى هو سطح منبسط. سطح زي مثلا سطح الطاوله، سطح الشاشه، سطح الجدار،
سطح الباب، أي شيء مستوي بقول عليه هو جزء من سطح ممتد إلى ما لا في جميع الاتجاهات. خلاص؟ طيب، لما بنسمي المستوى بنسميه بأي ثلاث نقاط عليه. أقول المستوى مثلا سين صابعين. خدنا هنا بعض التدريبات، زملائك حلها معايا. اسم الشكل ده يا فيصل، هذا اسمه ايه؟ مستقيم. احسنت، هذا اسمه مستقيم، تمام. يبقى ده اسميه كده مستقيم. طيب وهذا اسمه ايش؟ نصف مستقيم. احسنت. احنا كنا مع مين دلوقتي الحين؟ مع مين؟ فيصل. يا فيصل، هذه بنسميها ايش هذه؟ نقطة. اسمها ايه؟ النقطة دي بسميها بحرف واحد فقط. طيب يلا ننتقل الى السؤال، الأسئلة من 10 إلى 15. يلا أول واحدة ده أقول عليها يا فيصل. قطعة مستقيمة. قطعة مستقيمة ويرمز لها برمز ألف باء. طيب هذا أسميها يا فيصل رقم 14. هذا المستوى. المستوى اللي اسمه إيه بقى؟ داء هاء واو. الله عليك، تمام تمام، إجابة صحيحة. بعد كده بنتكلم على في صفحة يا شباب، صفحة 152. العلاقة بين مستقيمين، العلاقة بين مستقيمين. أول علاقة إن ألاقي المستقيمين مالهم متقاطعين، المستقيمان متقاطعان. المستقيمان متقاطعان يبقوا بالشكل ده يا أبناء. طيب المستقيمان متعامدان يكونوا بالشكل هذا، في بينهم زاوية قائمة، ويرمز لهم بالرمز هاء لام متعامد على ميم نون. هذا اللي خدناه بالماث يعني. هذا المستقيم هاء لام يعامد المستقيم ميم نون، هذا هو الرمز. طيب او ان المستقيمان متوازيان، المستقيمان متوازيان يبقى ايش؟ يعني لا يتقاطعان ابدا، لا يتقاطعان ابدا. مثل غريب، بتشوفوا طبعا العلامات المرور على الطريق، العلامات البيضاء في الطريق بتبقى ايه؟ بتبقى متوازيه، صح ولا لا؟ صحيح، الطرق بتبقى متوازيه غير متقاطعه. طيب كيف ان احنا كيف يا استاذ ان احنا بنعبر عنها؟ بنقول ان س ص هذا يوازي، علامه اليوازي خطين كده زي بعض، عين لام. انتقل معايا في المثال رقم 2، بين ما اذا كان المستقيمان في الرسم المتجاورين متقاطعين ام متعامدين ام متوازيين، نختار مين؟ يلا يلا. انا إيه؟ هذا ايش؟ المستقيمان هذول مالهم؟ متعامدان متقاطعان متوازيان. هذا وش اسمه؟ ايوه هذا متقاطعان استاذ. احسنت، خلصت المساله كده، اقول له متقاطعان، الاجابه متقاطعين اهو، متقاطعين في نقطه. طيب يلا وليد. استاذ انا موجود. السؤال رقم 4. حاضر وليد. أربعة. ايوه، العلاقه بين المستقيمان ايه؟ متقاطعين، هذا متقاطعين. احسن، تمام. طيب يلا يا انا سلطان. انا قول يا انت. ها قول انت. العلاقه بين المستقيمين ايش؟ مستقيمان متوازيان. احسنت يا سلطان، متوازيان، تمام، بارك الله فيك، شكرا لك. طيب يلا نشوف العلاقه اللي بعدها. العلاقة بين قطعتين مستقيمتين بيكونوا متطابقتين إذا كان لهما نفس الطول. صفحة 153. بعد الشغل أنا اللي بعده. 153 يا أبنائي. القطعة المستقيمة المتطابقة بيكون لها نفس الطول، هذا 2.5 وهذا أيضا 2.5. خلاص؟ خلاص. طيب يلا نشوف كده، نستعمل المسطرة ونقيس ونقول هل هما متطابقين أم غير متطابقين؟ يلا نستعمل المسطرة ونشوف. استاذ لا لا مو متوازنين. لا لا، هنا بدنا نقيس الطول، هل هم متساويين ولا؟ الاولى دي طولها كم؟ الثانية طولها كم؟ ها؟ الثانية 2.5. نقول عليهم ايه؟ متوازيين تقريبا. ثلاثة يا ولد، نقول متطابقتين. ايوه نقول واحد اللون احمر احسن، متطابقتين. وين سالفة؟ نقول نعم او لا؟ نقول نعم.
خلاص. طب اللي بعدها متطابقتان ام لا؟ ايوه. دي طولها كام؟ هذه ثلاثة. حوالي 2.7 صح؟ أيوة. طيب يلا نقيس الثانية. طولها كام؟ 2. يبقى متطابقتان ام لا؟ لا لا. يبقى نكتب لا. السلام احسن. اللي بعده لان هذه ثلاثه ومستاذ اللي بعده رقم 19 طولها كام؟ طولها 4 تقريبا. 4 او 3.9 صح؟ طيب يلا نشوف الثانيه طولها كام؟ 2.5. ها متطابقتان ام لا؟ لا. يا سلام عليك يا ولد. اللي بعدها رقم 20 متطابقتان 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 طولها كام؟ متطابقتان يا استاذ متطابقتان. نعم مكتوب نعم. يا سلام شفت المسطره حلوه كيف؟ طيب يلا اللي بعده. لا 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 ايوه هذه واضح جدا ان هي لا. شكرا لكم. يلا نشوف اخر مساله وبكذا يبقى انتهينا من الحصه. هذا تطبيق بالي اللي احنا اخذناه يا ابنائي. اول شيء عندك طبعا ده طريق الامير سعود ابن فيصل. عندك طريق الملك فهد. طريق العلي العام. وطريق الملك عبد العزيز. وطريق ابي بكر الصديق. وطريق عثمان بن عفان. وطريق انس بن مالك. خلاص خلاص. شايفينها؟ الطرق متقاطعة مع مين؟ قطعة مع الامير سعود ابن فيصل وايضا طريق انس بن مالك. طيب يلا نسأل أول سؤال. كم طريقين يوازيان طريق الملك فهد؟ مين هما الطريقين اللي يوازيان الملك فهد؟ طريق الأمير سعود. ها؟ طريق الأمير سعود بن فيصل. طريق الإيه؟ لا هو عايز يوازي يوازي يوازي. العليا يا أستاذ العليا وهذا. أحسنت طريق العليا ومين كمان؟ العليا وطريق عبد العزيز الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز ومين كمان؟ عثمان. وطريق أبي بكر الصديق. الله عليك. هو ده السم وهو ده الشغل جميل. الله ممتاز. الشغل رقم 26. أصلاً. 26. حدث هل طريق أبي بكر الصديق وأنس بن مالك متوازيان أم متقاطعان؟ لا لا متوازي. أبي بكر الصديق وأنس. أدي أبي بكر الصديق. لا. متقاطعان. وهذا أنس. متقاطعان أم لا؟ هذا أنس. متقاطعان. نعم نحط تحتها متقاطعان. أحسن. إجابة صحيحة. اللي بعده. الجواب سؤال 25. سؤال 25 احنا قلنا ملك العليا أو الملك عبد العزيز أو طريق أبو بكر. اصبر ايش ايش طريق عثمان. كل دي الطرق موازية لطريق الملك فهد. طيب السؤال رقم 27 والاخير. سم طريقين متقاطعين. يلا نعم. طريق الامير سعود بن فيصل طريق انس بن مالك. انس بن مالك صح. ده طريق الامير سعود بن فيصل متقاطع مع ايه؟ مع مين؟ مع انس مالك الملك فهد. لا كيف صار؟ لان قدام الملك فهد يصلح تمام. ومتقاطع مع العليا ومتقاطع مع الملك عبد العزيز ومتقاطع مع عثمان ومتقاطع مع عثمان بن عفان. ابنائي الاعزاء كانت حصه جميله وممتعه. اشكركم والى اللقاء واراكم على خير باذن الله تعالى في المره القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامة. لحد يطلع لا تنسى اللايك اشتراك بيطلعنا هو بيطلعني.